برحب فيكم مشاهدينا. ضيفتي عندها صوت جميل جدا، صوت عراقي جميل مليء بالشجن والحنين. هي بنت جميلة أيضا وحالمة وبنت بيت فني أصيل، بتعشق الغناء ودايما بتسعى للتميز وإلى بصمة خاصة وواضحة، وأيضا عندها حضور قوي وجمهور عريض جدا على الساحة الفنية العربية. أو مشاهدينا عم بحكي عن المطربة العراقية المحبوبة رحمة رياض. أهلا وسهلا فيك رحمة باستوديو اليوم على الحرة. أنا ذكرت جمهور عريض لأنه أنا شخصيا واصلني كتير مسجز على الفيسبوك الخاص اللي عم بيطالبوا فيك باستوديو اليوم على الحرة، واليوم أكيد في كتير فانز عم يحضروا ومبسوطين أنك معنا. جديدك شو؟ ولا شيء، عملت حفلات بدبي وإن شاء الله رايحة على بيروت بعد كم يوم. عندي أغنية مع أستاذ وليد الشامي قاعد تتحضر، يعني أغنية خليجية رح خليجية تكون. عراقية خليجية. وعندي حفلات بأمريكا، يعني بس بنعرف اسم وليد الشامي من كل الاغنيه، ما بنعرف تفاصيل اكثر عنه لا. ولا شيء، بس انه في مشروع مع وليد. طب اغنيتك اللي جاهزه بس كلنا ناطرينها نشوفها على شاشات التلفزيون اللي صورتيها مع رندا لقداح يخلصنا، بدي اعرف هيك تفاصيل عنها، الحان كلام، شو قصه هالاغنيه؟ هي الحان محمود عيد وكلمات انور مكاوي، وأغنية تصورت مع رندلة بلبنان، بس الوضع أنت عارفة كيف وضع الدول العربية كلها، فناطرين يعني بس شوي يهدأ الوضع حتى نقدر ننزل الأغنية وإحنا مرتاحين يعني. طب هاي الأغنية خلصنا هي أول أغنية بمسيرتك الفنية خاصة إلك؟ خاصة. صحيح. مضبوط. ليه اخترتيها تكون باللهجة اللبنانية؟ ما في سبب، لا ماكو سبب معين، يعني أنا كان ممكن أغني أغنية عراقية أو خليجية ما عندي مشكلة، بس لأنه أنا أصلا حابة الأغنية، أنا أصلا حبيتها يعني، يمكن سمعت أغاني عراقية بس كانت اللبنانية أول أغنية سمعتها، ومن أول ما سمعتها أخذتها. ما خفتي ينتقدوكي أو يقولوا لك ليه بدك تغني أول أغنية تكون أكيد مش عراقية؟ أكو خوف، بس الأغنية الحلوة تفرض نفسها وإن شاء الله الأغنية يعني فينا نسمعها منك؟ نسمع مقطع؟ خلصنا وما فينا نكفي، هيكي وبزيادة بيكفي، جرحنا بعض وقسينا وبعض، ما عرفنا شو اللي بيشفي، خلصنا وما فينا نكفي، هيكي وبزيادة بيكفي، جرحنا بعض وقسينا وبعض، ما عرفنا شو اللي بيشفي، والله بأسف أنا عليك، تبطل حبيبي وبطل ليك، صعب الهوى معنا سوا، صدني أحسن إلنا هيك، خلصنا وما رح فينا نكافي. كتير حلوة رحمة. صحيح الكليب رح تحكي كمان في موضوع اجتماعي وهو العنف ضد المرأة. مضبوط. ليه اخترتي هذا الموضوع؟ وكمان يعني أول كليب إليك حتنضربي فيه للكليب خبرينا. لا مش هيك، مش شرط، بس هو حلو. أنا أحب أصلاً لكل شخص عنده طموح لازم يكون في هدف معين لكل شيء، يعني أنا مثلاً أغني ليش؟ عرفتي شلون؟ أوكي عندي صوت حلو بس لازم أقدم أغاني هادفة أو كليب هادف، مش كليب عادي أحب واحد وعم يغمز لي وعطاني رقمه والله وحضني يعني صارت شغلة مملة. أنا بنضرب. تضربي بالكليب ولا لا؟ ما راح يبين في ضرب. ما راح يبين. طيب يعني هو راح يكون في ضرب بس مش واضح، يعني عشان ما نكون في قساوة جدا بالكليب. اوكي المهم انه باللوكيشن ما صار لك شيء، ما انضربتي، ما رواق كان. لا لا اوكي اوكي يعني. طيب صحيح كمان سمعنا انه بدك تجددي بعض من اغاني الوالد. اي طبعا، لانه يعني اول شيء اغاني والدي هي اكون فنانين قاعد يجددوها قبلي. من غير ذكر اسامي يعني. في فنانين جددوا اغاني من غير اصلا استئذان، فاني الاحق اني اجدد اغاني والدي، فان شاء الله يعني بس بعد اغنيتي الخاصه العراقيه.
فينا نسمع هيك مقطع شيء منك من شيء اغنيه لوالدي يعني؟ مقطع صغير. أبا تحتار وياك أريد وأريد أنساك، أبا تحتار وياك أريد ما أريد أنساك، أشوفك أنت أني زماني أنت ومكاني، حكي الناس أذاني حكي الناس أذاني، أحبك ليش 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 ما أدري ما أدري. رحمة شو فيكي من الوالد غير الصوت الحلو؟ عصبية عصبية مثله. بعد 20 سنة أو 10 سنين وين بتشوفي حالك؟ وين بتكون؟ ما أعرف تصدقين، هذا الشيء الوحيد اللي ما أعرف، يعني دائما أنا عندي خوف من إذا بتفكر بمهرجان، أي مهرجان بتفكر؟ أتمنى أتمنى بابل يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. وأكيد قرطاج. إن شاء الله. وينك من تمثيل؟ إن شاء الله في مشروع، كنا عم نحكي تحت الهواء، إن شاء الله في مشروع برمضان يعني. حنشوفك على الشاشة الصغيرة ولا الكبيرة؟ إن شاء الله. إيه ممكن، ليش لا؟ ان شاء الله اذا كان. رحمه يعني انا بعرف انك كنت بنجم الخليج 2 وايضا بستار اكاديمي 7 وكنت قبل معروفه يعني بالعراق، مسابقتين للهواة فتي فيهم، شو كان بدك من كل وحده؟ ما كان بدي شيء، كان بدي بس ممكن تقدرين تقولين الشهره او 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 يعني ما دام صارت في برامج تسهل للشخص انه يقدم صوته ليش لا؟ يعني اي انا بنصح اي شخص يشارك، يعني بدل ما يتعب ويروح شرك وينزل سنجل وممكن يفشل وما بعرف، يعني هي يراد لها قصه طويله ويراد لها اداره كبيره ورا هذا الشخص، فاذا في برامج هي تشجع هاي الناس الموهوبه ليش لا؟ المركز الثاني بيقلل من قيمتك الفنيه؟ لا انا نجم الخليج مركز الثاني ومركز حصريا لك المركز الثاني، فيعني مخده الاول. بدي اتشكر قبل ما انهي معك اماندا خوري، روان، ريا، مجنونه رحمه، وغفران عبد الله، وجدان علي، ونانو، هدول كلهم من الفانز تبعك وعدتهم. انا كمان اوجه لهم تحيه من عندي. شكرا لوجودك معنا اليوم على الحره.